التسلل لحظة اقتحام الحاجز، التسلل لحظة اقتحام الحاجز في المبنى الأخير. الشباب المجاهدين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 5/11/2012 الله أكبر. قصف من المدفعية، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. اقتحام حاجز لرمون من قبل أبطال الجيش الحر، الله أكبر. 5/11/2012 هذا المبنى تم تحريره بفضل الله عز وجل، الله اكبر. المباني هذول كلهم تم تحريرهم، هذول كلهم تحرروا مع المدرسه. المبنى هذا